كمان اتكلم سيادته عن حجم المشروعات والاستثمارات اللي الدولة عملتها على مستوى الجمهورية، وقال ان المشروعات دي تكلفت 7 تريليون جنيه، وده رقم قليل لان مصر بتحتاج استثمارات ب 70 تريليون جنيه لاحداث طفرة تنموية تتناسب مع قدرات واحتياجات البلد. بتحلموا؟ كان نفسكم؟ طب ما قدرتوش ليه؟ اتفضل استريح. مفيش. وكلمة مفيش دي بتخلينا نتكلم في النص الثاني. النص الاولاني اللي احنا حكيناه والارقام اللي قالها الدكتور مصطفى، رغم ان هو يعني سعيد جدا وهو بيقولها وانا اكيد، بس الرقم ده ولا حاجه. 7 تريليون ولا حاجه؟ ايوه. البلد دي عايزه 70 تريليون. عايزه كم؟ 70 تريليون. ويا رب يخلينا يعلمنا ويفهمنا ان احنا نشوف واللي نشوفه نفهمه. عايزه كام؟ اللي احنا بنعمله هنا في سوهاج 100 وحاجة مليار. طب في كم محافظه؟ في كم محافظه عايزين نعمل فيهم؟ طب هو اللي ناقص قد ايه؟ طب بالمناسبه هو اللي اتعمل تشغيله بكام؟ عملت مكتب بريد، الناس اللي هتشتغل فيه هتاخد كام؟ هيتصين بكام؟ مش اتعمل بس، عملت مدرسة كويس، بس المدرسة دي انت عايز تحافظ عليها ولازم تتصين بكام؟ والمدرسين والطاقم العمل اللي فيها ياخد كام؟ عملت مستشفى كويس، بس المستشفى اللي انت عملتها دي هتشتغل بكام؟ كل يوم وكل شهر وكل سنة. لو انتوا ما خدتوش بالكم يا شباب مصر بان ان كل الكلام اللي كان بيتقال كان بيتكلم على محاوله الوصول الى الارقام الطبيعيه للمعدلات، المعدلات الايه؟ العلميه اللي هي بتقول نعمل كم مدرسه لكل كم الف طالب او كم فصل لكل طالب. انت قاعد ماشي داخل في سبق. داخل في ايه؟ في سبق. ايه السبق؟ سبب ان انا عندي نقص اولا في عدد الفصول. انا بجيب مثال واضح وكاشف، عندي عدد فصول متاح دلوقتي وعندي عدد الفصول ده بيقابله تقديم خدمه تعليميه لاولادنا. العدد اللي موجود دلوقتي اقل من المطلوب بمنتهى البساطه كده. يبقى انت الاول عايز تسد الفجوه، فجوه اللي موجود مع اللي المفروض يكون موجود. دي فجوة. ثم كل سنة تعمل الحجم المطلوب للقادم. للإيه؟ للقادم. القادم يعني إيه؟ يعني لو النهاردة بيخش في التعليم بنبقى فيه إنجاب عندنا 2 مليون، 2.5 زي ما يكون، مليون، حتى لو كانت مليون، يبقوا عايزين تزود فصول إيه؟ كما احنا لما حسبناها على الوضع الحالي 60,000 فصل في السنة على فرضية ان احنا عملنا قفلنا الفجوة، مش كده وزير التعليم؟ لو قفلنا الفجوة هنبقى محتاجين نزود كل سنة كم؟ 60,000 فصل. 60,000 فصل. طب الفصل بكام؟ الدكتور مصطفى كان بيعرض هنا السكن فقال في حوالي 400 حاجة و وحدة أو 500 وحدة، والرقم كان 51 مليون. أنا كنت براجع امبارح عشان أعمل 200,000 وحدة تانيين، لقيتهم بيعرضوا عليا الوحدة معدية 700,000 جنيه. كم؟ الوحدة بكم؟ 700,000 جنيه. يعني ال 200,000 بكم؟ 140 مليار؟ مش كده يا دكتور؟ 140 مليار جنيه، ده ال 200,000 وحدة. يبقى نرجع للفصول تاني. لو أنا النهاردة عايز أعمل 60,000 فصل بعد ما أقفل الفجوة، يعني عايز على الأقل 60 مليار جنيه، ثم أحط معاهم المدرس والطاقم الإداري والطاقم الإشراف اللي شغال مع المدرسة بكام ومنين؟ طب بقول الكلام ده لكم ليه؟ أنتوا بتكلموني في حاجة وأنا بتكلم في حاجة تانية. لا، الحاجة دي متصلة ببعضها. إذن لما ألاقي حلم عند صمويل وعند محمد وعند غيره، الحلم ده ممكن يتعمل منه حاجة، ما أقولش إيه ربنا يوفقه، لا،
يمكن يجيب لي حاجة. يمكن إيه يا صميل؟ يجيب لي حاجة. الخمس ست فدادين بتوعه دول أو الخمسين فدان يجيبوا لي إيه؟ حاجة جنب حاجة جنب حاجة جنب حاجة. البلد دي موقفها إيه؟ يتغير. بقول لكم كده لأن موضوع النمو السكاني، إحنا جايين طبعاً يوم جميل وعام جديد وكل سنة وأنتم طيبين كلكم، لكن ده ما يمنعناش كأسرة واحدة إن إحنا نتكلم مع بعض ونفكر بعض دايماً بحجم التحدي وسبب المشكلة. سبب المشكلة لا هي فساد حكومة ولا فساد نظام إداري ولا تهميش، لا ولا لا 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 لا. أقول لكم حاجة بسيطة، يعني أنا أعرف كويس يعني إيه يعني إيه يعني إيه قرش، وأعرف يعني إيه بفضل الله سبحانه وتعالى يعني إيه دولة. دولة ممكن تبقى قد الدنيا إن شاء الله بيكم وبأفكاركم وبجهدكم، لكن أيضا لازم نكون فاهمين إن لو إحنا مستمرين بالطريقة ديت كل الجهد اللي هيتعمل هيبقى مش كفاية.